شو رايك عم بمؤتمر جنيف 2 وبمبادره تبديل المعتقلين اللي انطرحت على الطاوله؟ والله ان شاء الله نحن نتامل خير بمؤتمر جنيف 2، متاملين متفائلين كل تفاؤل انه يطلعوا معتقليننا من المعتقلات اللي بنعرف وينهم واللي ما بنعرف وينهم. كم معتقل عندك عم؟ انا عندي بعيلتي عندنا معتقلين اكثر من 25 30 شخص، مع انه عيلتنا ما كبيره، يعني عيلتنا صغيره، بس عندنا اكثر من 30 معتقل، وفي اكثر من 5 معتقلين من عيلتنا جي خبرهم متوفين بالمعتقلات تحت التعذيب. وان شاء الله متامل خير نحن انه يطلعوا الباقيين بخير وسلامه، ومتاملين خير كبير ان شاء الله بمؤتمر جنيف 2 ان شاء الله. ايش خدي لهم معتقلين؟ والله عندنا معتقلين من بدايه الثوره، في ناس، يعني في نسبه كبيره عندنا بدايه الثوره اعتقلوهم، وفي معتقلين صار لهم سنه، في معتقلين صار لهم 5 شهور، في معتقلين صار لهم شهر، من 10 ايام لحد الان كثره الاعتقالات عندنا. صار اللي يطلع برات الرستان معتقل بشكل بدون تفيش اسم، بدون شيء، يعتقلوه بشكل مباشر. في اعتقالات لحد الان هلق ماشي؟ لحد الان الاعتقالات قويه وزادت عن اول مع بدايه مؤتمر جنيف، ونحن متاملين خير ان شاء الله بمؤتمر جنيف واللي عم يصير على الطاوله بمؤتمر جنيف ان شاء الله. ان شاء الله الله يفرجها على الجميع.